إذن عدنا لكم مشاهدينا الكرام دائما على قناة الشعب قناة شوف تيفي. كيف كتشوفوا في هذه الأثناء رجال الأمن الوطني جاءوا للمكان ديال اللي مندلع فيه الحريق داخل أحد المنازل بمنطقة بن جلية بوسط مدينة الدار البيضاء. أكيد غادي تفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية ديال هذا الحريق اللي حقيقة رجال الوقاية المدنية تمكنوا من السيطرة عليه في أقرب وقت ممكن، يعني دغيا تمكنوا من السيطرة عليه. برافو عليهم، برافو لرجال الوقاية المدنية للعمل على العمل الكبير اللي كيقوموا به، على التضحيات اللي كيقدموها. أمور أخرى ما نساوش نذكروا بأن هاد الناس خاص يتعاد النظر في الواجب الشرعي اللي كيتقاضاو. هاد الناس خاص يشوفوا المسؤولين او المكلفين بالميزانيه انهم يشوفوا من حال هاد الناس، راه هما ما كيقدروش يهضروا لان ممنوع عليهم يتكلموا في الصحافه، ولكن حنا الصوت ديال جميع الشرائح المغربيه ومن بينهم رجال الوقايه المدنيه اللي دائما كيقولوا خاص يتعاد النظر في الواجب الشهري اللي كيتقاضاو. يعني الشهر ديال اللي كيتقاضى رجال الوقايه المدنيه 70 او 76 الف ريال او 4000 درهم 80000 ريال راه ما كافياش باش يكري وياكل ويشرب ويتزوج يدير وليدات يكون اسره يعاون والديه. انا كنعرفوا اي واحد خدم في العائله راه ضروري كيعاون الاسره ديالو، يعني خاص يتعاد النظر في الواجب الشهري اللي كيتقاضاو هاد الناس، لان كيخدموا كيقدموا تضحيات كيغامروا براسهم ولكن المقابل ضعيف. كل صراحة نقولها المقابل اللي كيتلقاوه ضعيف. إذا نتمناو بأن الأسباب الحقيقية ديال هذا الحريق ما تكونش بفعل فاعل، نتمناو يكون وما تكونش خسائر بشرية. والحمد لله ما شفنا، ما أكيد ما كايناش خسائر بشرية لأن الصياغة ديال الإسعاف ما نقلات حتى شي حد، ورجال الوقاية المدنية تمكنوا أسرع توقيت انهم يسيطروا على هذا الحريق. اذا شكرا لكم مشاهدينا الكرام مره اخرى على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.